في حدا اليوم رح يغلبه ليوفي. أنا عن جد هالمرة رح كون مبسوطة كتير لما رح يعرف شو هو الفشل. بتمنى لو أقدر أجي معك، بس ما رح أقدر أجي. أنتي انبسطي. إيه باي. مباراة ملاكمة بأمريت سار وما في حدا خبره ليوفيناج؟ عن جد إنكم جبناء. كثير رح تنبسط توينكل إذا اليوم حدا رح يكسر سجل يوفي. بس خليني أقول لك شي واحد بصراحة، بس يوفي بيقدر يكسر سجله وما حدا تاني. في بطولة واحدة رح تكون اليوم ببانجاب، وهي رح تكون ليوفيناج لوثا. إجا الوقت لأقدر رجعه. أنا بعرف يا يوفيناج إنه عمرك هو مشكلتك الكبيرة هلا. أنا متأكدة إنك ما رح توقف بعد ما تعرف عن مباراة الملاكمة، ومتأكدة إنه رح تروح لتلعب المباراة. بدك تحاول تربح لحتى تحمي السجل تبعك، وغير موضوع سجلك بدك تربح الجائزة المالية كمان، وهيك نحن رح نقدر بكرة نعمل عملية ماهي. روكي 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 روكي. فتح التحدي للكل، إذا في شاب في أمريكا صار بيشوف حاله بطل كبير، وإنه هو الوحيد اللي بيقدر يضرب روكي. سرعة يطلع على الحلبة. في حدا؟ يا ترى يوفيناج رح يجي؟ بتمنى هالشي. في حدا عنده هالشجاعة؟ أنا اللي رح أقاتل. وأخيراً نحن لقينا متحدي جديد معنا،